ننتقل مشاهدينا إلى أخبار المال والأعمال. تعهدت بيلاروسيا باستئناف المشاريع المتوقفة بالسودان وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما دعا والي الخرطوم أحمد عبدون إلى تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا وتفعيل اتفاقيات البنى التحتية ونقل وتدوير النفايات والطاقات البديلة والإنتاج الحيواني والزراعي. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير بيلاروسيا بالخرطوم سيرجي ليناديدو، الذي أكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات ورعاية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ودعم العلاقات بين مدينة مينسك والخرطوم ومعاودة تنفيذ المشروعات المتوقفة في الخرطوم.